السلام عليكم أصدقائي الأعزاء، ومرحبا بكم في حلقة جديدة وتقنية جديدة. اليوم أبين لكم تقنية ممتازة، يعني كيف تزيد إذا تراجع الخصم. مثلا إذا هجمت بديركت ضربة مستقيمة فتراجع الخصم، يجب أن تواصل الهجوم، لكن كيف؟ إذا كنت من المتابعين الجدد، اشترك الآن في القناة ليصلك الجديد بالضغط على الزر الأحمر أسفل القناة مع تفعيل الجرس، ولا تنسوا دعم المقطع. أزيد بالرجل الأمامية، مثلا أضرب ضربة أولى هكذا، إذا تراجع الخصم أزيد أقترب منه لأكمل التقنية. عندما يتراجع الخصم أو لا تنجح الضربة الأولى، أزيد بالأمامية هكذا، أقترب منه مرة أخرى وأسدد هجوم آخر، يعني وكأنه هجوم جديد، لكن هو نفس الهجوم في نفس الوقت. عندما يبتعد أزيد باليسرى، أقترب منه هكذا وأسدد اللكمات وأكمل التقنية كما أريد. فإذا أردت الاقتراب أزيد بالرجل الأمامية، وإذا أردت التراجع مثلا هكذا لأواصل الهجوم للأمام، أزيد باليسرى الأمامية، وللرجوع للخلف أرجع بالرجل الخلفية ثم تتبعها الأمامية هكذا. وللتوضيح أعزائي، لماذا نقف دائما هكذا؟ معظم المقاتلين تجده يقف، يعني خصوصا الممارس المبتدئ ينصحه دائما المدرب أن يقف ليسرى للأمام، لأن معظم الممارسين أو معظم المقاتلين تكون عنده القوة في الجهة اليمنى سواء في الرجل أو اليد. أقف هكذا وأضرب للأسفل والأعلى ضربات أمامية بالرجل أو اليد، وفي نفس الوقت أبحث عن الفرصة لأضرب ضربة قوية باليمنى وكذلك بالرجل اليمنى، ثم أضرب ضربة قوية باليمنى وكذلك بالرجل اليسرى. أكون يعني أضرب هكذا حتى أرى الفرصة المناسبة لأضرب ضربة قوية. أتمنى أعزائي أن تكون التقنية واضحة، وأشكركم على حسن المتابعة، وإلى حلقة مقبلة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.